دلوقتي معانا ايه يا جمانة؟ دلوقتي نروح لكريم بيفرس يا شاذلي، وعامل تقرير عن الشواطئ والبحيرات اللي موجودة في مدينة العلمين الجديدة. خلينا نتابع هذا التقرير وزميلنا العزيز كريم بيفرس، ونرجع لحضراتكم على طول. صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. العلمين الجديدة من أهم المدن اللي تم إنشائها خلال الفترة اللي فاتت. الحقيقة إن إحنا اتكلمنا كتير جدا عن العلمين ومرينا بيها وشفنا كمان إيه الإنشاءات اللي بتحصل فيها بالفعل، لكن العلمين ليها طبيعة خاصة وهي طبيعة شاطئية. خلال الفترة اللي فاتت، خلال السنة اللي فاتت والسنتين اللي فاتوا، المدينة اتغيرت بشكل كبير جدا واتطورت بشكل كبير جدا، سواء على الجانب الخاص بالكورنيش، سواء على الجانب الخاص بالشواطئ الخاصة، الشواطئ العامة، سواء أبراج العلمين. ولكن احنا المرة دي بنتكلم على مهرجان العلمين. المهرجان ده اللي هيضم عدد كبير جدا من الحفلات، هيتكلم على تجهيزات خاصة بالشواطئ، هيتكلم عن مسابقات متنوعة. هي دي الفكرة، إن العلمين الجديدة تقدر تجذب الأنظار من جوه مصر ومن بره مصر. قررنا انا واحنا في المهرجان ان احنا نعدي على الشواطئ ونشوف اتطورت ازاي واتغيرت ازاي. شواطئ العلمين اللي هي على طول 14 كيلومتر تقريبا متاحه لكل الناس. الحقيقه ان العلمين بتستهدف وصول 3 او 4 مليون مواطن يكونوا قاعدين في العلمين الجديده، وهي من اهم المناطق الساحليه الحقيقه في البحر الابيض المتوسط على طول الساحل الشمالي. رحنا وشفنا كمان الحقيقه، اتكلمنا مع المواطنين وازاي الشواطئ العامه جاهزه انها تستقبلهم، اتكلمنا كمان عن رايهم في العلمين الجديده، وكمان شفنا الاماكن الشواطئ اللي تم تجهيزها سواء بمقابل مادي او حتى بمقابل غير مادي. شفنا كل ده مع بعض. هنشوف دلوقتي مع بعض في التقرير ازاي الشواطئ دي اتغيرت، ازاي الشواطئ دي جاهزه لاستقبال المواطنين، ازاي كل الناس تقدر تيجي تستمتع بالرمال البيضاء، ازاي تيجي تستمتع بجمال ونقاء البحر الابيض المتوسط هنا في العلمين الجديده. بمجرد الوصول لمدينة العلمين الجديدة، بتكون الشواطئ والرمال البيضاء هي المكان الأول لأي زائر أو سائح، ده غير المقيمين من الطلاب والعائلات اللي بتكون فسحتهم الأساسية في أي مدينة ساحلية هي نزول البحر. وكمان على هامش مهرجان العلمين الجديد، شواطئ وبحر المدينة فتحوا أبوابهم لكل الناس استعداداً للموسم الصيفي والإقبال الكبير جداً من المواطنين. لاحظت ان في هنا حاجات كتير حلوه جدا ممكن الواحد يعملها، يعني في هنا بيتش مفتوحه ومتوفر وكل حاجه موجوده، ورحت كمان المول هنا كان جميل وفي كل حاجه متوفره، يعني العلمين عجبتني جدا. انا جيت السنه اللي فاتت مره، بس كان في فرق، يعني هو السنه اللي فاتت كانت لسه بتتبني وكان لسه في حاجات بتتعمل، بس انا جيت هنا ما شاء الله كل حاجه كانت يعتبر خلصت، وما شاء الله جدا المناظر تحفه. اتمشى على الكورنيش كتير بالليل، كان المباني كلها كانت بتنور LED لايتس، فالمناظر سبحان الله ما شاء الله يعني كانت تحفه. 14 كيلو من الشواطئ بعد تجهيزها وتنظيفها بتتنوع من شواطئ ترفيهيه وشواطئ للحفلات وشواطئ بخدمات مختلفه تم افتتاحها قريبا، بالاضافه لشواطئ مجانيه تانيه يقدر اي حد حابب انه يزور العلمين يتحرك عليها، غير ان كمان في اماكن مفتوحه مباشره للجماهير على البحر للعائلات اللي بتمر مجرد مرور من هناك، وده بيكون بالمجان، بالإضافة للعمال وأسرهم اللي شغالين في المدينة الجديدة، بيكون البحر فرصتهم إن هم يستمتعوا بيه في أوقات فراغهم. عادي لي يعني مثلا 5 6 7 شهور شغال هنا، بخلص الشغل وباجي أصيف عادي، جو حلو، لا جو حلو خالص، المصيف حلو خالص هنا. أنا هنا شغال في الأبراج، تمام؟ شغال من 2018 صيف وشتاء. بالنسبة للصيف فأنت زي ما أنت شايف كده كده أنت عارف اللي هو جميل وزي الفل. الشتاء هي كويسه والجو جميل جدا، بس لناس بتحب الشتاء، لكن المكان في العلمين كساحل عامه بالذات العلمين والابراج وكده وجو الابراج وساعه الغروب والشروق وكده، لا العلمين كويسه شتاء وصيف، المنظر العام جميل شتاء وصيف. انا بشتغل في العلمين بصراحه، جواها كويس، باجي العلمين بشتغل في العلمين وباجي صيف هنا في المصيف، يعني بعد ما اخلص الشغل على طول باجي هنا البحر. العلمين كجو ككله كويس خالص، بخش من غير ما بدفع فلوس، يعني باجي هنا على طول. لا العلمين صراحه ارتحت لها، يعني ان قلت لك عن العاصمه تقول كذاب، يعني انا اشتغلت في العاصمه الاداريه واشتغلت هنا، لا ارتحت في العلمين عن العاصمه صراحه،
جو بحر هنا، وهنا متعة راحة نفسيا كمان. وزيادة على تجهيز الشواطئ لكافة المواطنين سواء كانت اللي بمقابل مادي أو حتى المجانية، جاري العمل على تحويل مدينة العالمين من مدينة ساحلية محلية لمدينة سياحية عالمية بنشاطات مختلفة وتجهيزات بصرية زي منطقة البحيرات اللي بتضم 6 بحيرات صناعية متصلة بالبحر.